نواصل البحث عن تمارين الإحصاء. الفيديو السابق تكلمنا على هذه، نواصل البحث عن موضوع الإحصاء أو أي فكرة استخدموا فيها الإحصاء من قريب أو من بعيد. احنا شفنا باللي هذه التناظر هي هندسة مستوية، ولكن طريقة التلخيص لخص بها تعلمت طريقة إحصائية. لاحظ هنا يا الجدول كيف داروه، داروه حسب الأسطر. السطر الأول فيه أشكال هندسية، السطر الأول خاص بالأشكال الهندسية، السطر الثاني عدد المحاور، السطر الثالث رسم يوضح ذلك. إذا كان حبوا نشوفوها كإحصائيا تكلمنا عليها، نديروها ثلاث خانات. هنا واش نكتبوا؟ نكتبوا الأشكال الهندسية، عدد محاور التناظر، وهنايا رسم يوضح ذلك. إذا بهذه الطريقة عاد جدول إحصائي. معناها حتى في الهندسة المستوية تستعين بالإحصاء. نواصل البحث عن أمثلة مشابهة. هل استخدموا في الحقيقة عندما تدرسون الإحصاء؟ يا وش أنا حاب نقول، أنتم الآن درستوا الإحصاء ودرستوا تلخيص معلومات في جدول. من اليوم فصاعدا ستدرج هذه الأفكار بطريقة غير مباشرة. هنا ما قالوا لناش بالإحصاء، ما قالوا لنا حتى حاجة بالإحصاء، ما لمحوش عليها طول بالإحصاء. كيفاش عرفنا احنا؟ لأننا قريناها من وجاي، يعودوا يديروها تلقائيا بلا ما يقولوا لكم، أنت وحدك تعرفها. إذا هنايا نحاول نشوفوا كاش ما استخدموا الإحصاء من هنا فصاعدا. بالنسبة لهنا درناها تمييز وضعية تناسبية، قلت لكم ندير هذوك النهار. أنا درت عليها مثال تاع الإحصاء يساعد التناسبية. جدول مثل هذايا أو معلومات العناصر التي لها نفس الطبيعة أفقيا والعناصر التي لها نفس الطبيعة أفقيا، سطرين هنا كيف كيف. هذا النوع من الأمثلة درته، مانيش حاب نعاودو. شوف كش ما حاجة جديدة. كذلك تعلمت هنايا ملخصة بطريقة إحصائية، هذه أكتشفوا، شوف معايا أكتشفوا. كذلك فيها إحصاء هنايا، معلومات وجدول. لاحظ تعلمت على شكل جدول، كذلك فيها فكرة إحصائية. هذه الأمثلة درسها ما كان نعاودها. تناسبية، جدول، كذلك فيه فكرة إحصاء. هذه أمثلة درسها، نشوف كش ما حاجة جديدة. كش ما حاجة جديدة. كذلك الأفكار اللي درتها هنا مليحة، هنا مليحة، أي حاجة جديدة. هذه هندسة فضائية المجسمات، وهذا أنجزوا، هذا مليح، هذا مليح، هذا عجبني، هذا عجبني. شوف الهرم ويحوس على أهرامات أخرى وعدد الأضلاع، أضلاع القاعدة، ويدير الفكرة على شكل إحصاء. احنا واش دير نكتب أنا دركا؟ الإحصاء يلخص دروس الهندسة الفضائية. الهرم، من هي الأهرام الموجودة؟ الآ هرم عنده قاعدة، عنده قاعدة، عنده قاعدة ونقطة لا تنتمي لمستوي القاعدة خارجة عنه، وكاين نقاط موصلة. الأو كذلك هرم، السي هرم، هذا مخروط، وهذا هرم منقوص منه، وهذا كذلك مخروط. إذن من هي الأهرام اللي كاينة؟ الأهرام كاين الأو، نحاول الجواب ببساطة. علاه؟ لأن في الحقيقة الهندسة الفضائية نحوس ندير لها مسلسل وحده، نستعمل جيوجابرا ونشرح مليح. هذه القاعدة رابعة، هذه القاعدة ثلاثة، كما يسموه رباعي الوجوه.
ما كان لها نديكم الجوجل ونوريكم رباعي الوجوه ونقول لكم كيفاش تخدم، لان هذيك الهضره مخليها الهندسه الفضائيه. واحد زوج، وهنايا ثلاثة أربعة خمسة، الأ أربعة والأ ثلاثة والسي خمسة. هنايا الإحصاء يلخص دروس الهندسة الفضائية. لاحظ طريقة التلخيص تاع الكلام ولا التمرين هذايا أنجزه كان على شكل إحصاء. السطر الأول فيه معلومات. من هي معلومات السطر الأول؟ أسماء المجسمات، عدد أضلاع قاعدة المجسم. السطر الأول فيه عناصر من نفس الطبيعة، والعناصر والسطر الثاني كذلك عدد الأضلاع أعداد طبيعية 3 4 و5. هذا وش حبيت نقول في الفيديو هذا يعني.